السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الثانوي، بنستكمل مع بعض حصص الأحياء. في الحصص اللي فاتت احنا كنا بدأنا في الباب الثاني بنتكلم على الخلية كوحدة للبناء والوظيفة، اتكلمنا على اكتشاف الخلية ودور وإسهام العلماء في معرفتنا بالخلية، واتكلمنا على الأداة اللي عرفنا من خلالها نكتشف الخلية ونشوف التراكيب بداخلها، وهي الميكروسكوب بأنواعه ضوئي وإلكتروني. النهاردة هنبدأ ان احنا نتعرف على التركيب الدقيق للخلية، لان احنا اتفقنا من الحصة اللي فاتت ان الخلية مش بس وحدة بناء، مش مجرد وحدات بتتجمع مع بعضها وخلاص، لا دي كمان وحدة وظيفة، يعني بداخلها تراكيب بتساعدها على القيام بوظائفها. لان احنا اتفقنا اللي بيميز الكائن الحي ان هو بيقوم بالوظائف الحيوية، سواء نمو او تنفس او تكاثر او اخراج او احساس او تغذية وخلافه. فالوظائف دي عشان يقوم بيها الجسم هتبدأ بداية من الخلية، فالخلية وحدة وظيفة. طب ازاي الخلية هتقوم بالوظيفة اللي بتقوم بيها؟ الخلية بداخلها تراكيب، التراكيب دي هتقوم بوظائف معينة، فهيتم بعد كده ان كل النسيج والعضو والجهاز وهكذا بتقوم بالوظائف دي. اجزاء الخلية، هلاقي ان الخلية عبارة عن كتلة بروتوبلازمية. يعني ايه كتلة بروتوبلازمية؟ يعني كتلة حية، مادة حية محاطة بجدر واغشية. فلو انا هتكلم على تقسيم اجزاء الخلية هقسمها لجزئين، سيتوبلازم ونواة وحواليهم الجدر والاغشية. يبقى انا كده هتكلم على ثلاث حاجات، جدر وأغشية محيطة بالخلية، نواة في مركز الخلية، سيتوبلازم ما بين الغشاء وما بين النواة. الجدر والأغشية اللي بتحيط بالخلية، أول حاجة الجدار الخلوي. عايزة هنا أشير لحاجة، إن أنا بتكلم على التراكيب الأساسية المشتركة في معظم الخلايا، وإن كان برضو هنلاقي إن في أجزاء أو عضيات موجودة في أنواع معينة من الخلايا مش موجودة في النوع التاني، وده إن شاء الله هنشير إليه مع بعض. أول حاجة مثلا الجدار الخلوي. الجدار الخلوي هنا بيكون بيحيط بس بأنواع معينة من الخلايا، زي الخلايا النباتية، ده شيء أساسي، بيحيط بخلايا الطحالب، خلايا الفطريات، بعض أنواع البكتيريا. يعني مش كل أنواع البكتيريا هلاقي بيحيط بيها جدار خلوي، الخلايا الحيوانية لا تحاط بجدار خلوي. إذن الجدار الخلوي بيحيط بالخلايا النباتية والطحالب والفطريات وبعض أنواع البكتيريا. يعني الخلية النباتية بس اللي حواليها جدار خلوي والخلية الحيوانية ما عندهاش، إذن الخلية الحيوانية مش ملهاش شكل محدد، لا الخلية الحيوانية هيبقى حواليها غشاء بلازمي، لأن الجدار الخلوي مش هو الحاجة الوحيدة اللي محيطة بالخلية، كمان الجدار الخلوي وظيفته الأساسية هو بوابة خارجية. زي لما تيجي كده تروح مكان بتلاقي ليه بوابتين. الجدار الخلوي أولا، خلينا نتكلم بس مش بس على مكان وجوده، عايزين نتكلم كمان على تركيبه. هو بيتكون أساسا من ألياف أو خيوط من سكر معقد، وهو سكر السليلوز، كلمنا عنه قبل كده واحنا بنتكلم على أنواع الكربوهيدرات، هي الكربوهيدرات المعقدة. لقينا إن من ضمنها السليلوز زي ما انت شايف كده، عبارة عن جزيئات من الجلوكوز مرتبطة او متحدة مع بعضها بروابط جلايكوسيدية، مكونه لي خيوط او الياف وهي السليلوز. تجتمع خيوط السليلوز مع بعضها وتكون لي جدار خلوي صلب بيحيط بالخلية بيحميها وبيدعمها. الجدار ده وظيفته الحماية والتدعيم، بيدي الخلية شكل محدد، لكن ملوش وظيفة في تنظيم مرور المواد. زي ما قلنا كده بوابة خارجية، يعني ممكن لما نيجي ساعات بنروح نزور أماكن كتير تلاقي بوابة خارجية محددة شكل المكان، وممكن أي حد يدخل لكن مش هيدخل لداخل المكان، لأن هيلاقي بعد كده بوابة تانية عليها أمن وبيتعرفوا على اللي داخل وانت مين ومعاك بطاقتك ايه والكلام ده. نفس الحكاية في الخلية، البوابة اللي لبره خالص اللي هي الجدار الخلوي مثقب، يعني بيسمح بمرور المواد اللي دايبة في المية، المية دايب فيها اي مادة تدخل الخلية او تخرج من الخلية، فهو وظيفته الاساسية الحماية والتدعيم. لكن عشان مثقب بيسمح بمرور المواد من والى الخلية، ما عندوش اي مشكلة. طب وبعدين كده المواد هتدخل وتخرج بسهولة من الخلية؟ لا، احنا عندنا حاجة تانية. بالتالي الجدار الخلوي للداخل وهو الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي موجود فين؟ بيحيط بسيتوبلازم اي خلية سواء نباتية او حيوانية، يبقى هو عضي اهو او تركيب مشترك. الغشاء البلازمي هنا هيتكون معانا
من 3 أجزاء أساسية. الجزء الأول في الغشاء البلازمي هو عبارة عن طبقتين من جزيئات الفوسفوليبيدات. بص معايا كده في الشكل ده، طبقتين من الفوسفوليبيدات السائلة. برضو مش أول مرة أسمع عن الفوسفوليبيدات. دي ليبيدات معقدة بتتكون من جزيئين من الأحماض الدهنية مرتبطين بالجليسرول، وعندي استبدل الحمض الدهني الثالث بمجموعة فوسفات ومجموعة كولين، فأنا عارف الفوسفوليبيدات ان هي ليبيدات معقدة. الفوسفوليبيدات سائلة، هنا الغشاء بتاعنا غشاء سائل عامل زي الزيت على سطح المية. طب وبعدين خلينا الاول بس نتكلم في الفوسفوليبيدات، وهنتكلم في موضوع ازاي هو سائل وازاي هيتماسك. الجزيئات بتاعة الفوسفوليبيدات عاملة لنا طبقتين، الدوائر اللي للخارج وللداخل دي بسميها رؤوس محبة للمية، يعني بتدوب في المية، يعني بتكون روابط مع المية، دي اللي بتقابل السطح الخارجي والداخلي للخلية. الحشوة ما بين الطبقتين بنسميها زيول كارهة للمية، ما بتحبش المية، ما بتدوبش فيها، ما بتكونش معاها روابط. ده كده طبقتين الفوسفوليبيدات. امال اي مادة دايبة في المية هتدخل ازاي للخلية؟ ما انا قلت لك بقى التركيب هنا مش بس طبقتين من الفوسفوليبيدات، ده في حاجة كمان اللي هي الجزء الازرق الغامق ده، جزيئات بروتين مغمورة ومطمورة بين طبقتين الفوسفوليبيدات. ليها هنا وظيفة مهمة، وظيفة جزيئات البروتين ان هي بتعمل كمواقع للتعرف، بتتعرف على المواد اللي جاية للخلية. طب اتعرفت عليها، تبدأ ان هي تعمل لها بوابات مرور وتساعدها على المرور للخلية او للخارج من الخلية. لو هتبص معايا هنا هتلاقي في جزء من البروتين مكتوب عليه بروتين ناقل. ناقل يعني ايه؟ يعني بيعمل كبوابات مرور، بيسمح للمواد ان هي تمر من خلاله. يبقى هو اتعرف على المادة وكمان عمل لها بوابة علشان تمر سواء من الخلية او الى الخلية. الجزء الثالث عبارة عن جزيئات من الكوليسترول، وده اللي في الاول ازاي الغشاء هيبقى سائل. جزيئات الكوليسترول بتبقى متوزعة على مسافات معينة علشان تدي للغشاء تماسك وتخليه غشاء سليم، فهي بتساعدني هنا عاملة زي الاعمدة كده بتدي للغشاء تماسك. طب الغشاء البلازمي هنا وظيفته ايه؟ واضح جدا ان هو ليه وظيفة في المرور. خلينا الاول نتكلم على وظيفته، ان هو محدد الخلية، يعني مانع انتشار البروتوبلازم، يعني محوط لي على المادة الحية اللي جوه الخلية، فاصلها عن الوسط اللي حواليها ويمنع انتشار البروتوبلازم للخارج، يعني محوط السيتوبلازم ومحافظ عليه كده. وبعدين كمان ليه دور مهم جدا في تنظيم المرور. قلنا البوابة الأولانية اللي هي الجدار الخلوي، ده أولا مش موجود في كل الخلايا، ثانيا هو لو موجود هو منفذ مثقب وبيسمح بالنفاذ. أي حاجة هتدخل للخلية قلنا هيجي هنا دور الغشاء البلازمي، وظيفته ايه؟ ان هو بيحدد وبينظم مرور المواد. عنده حاجة اسمها خاصية النفاذية الاختيارية، يعني هيختار اللي يلزم الخلية ويدخله واللي ما يلزمهاش يخرجه. ده بالنسبة لوظيفة الغشاء البلازمي. كده اتكلمنا على اول جزء من اجزاء الخلية وهو الجدر والاغشية. الجزء الثاني من مكونات الخلية هو النواة. لما كنا بنفحص في اعدادي بالميكروسكوب في النشاط، لما كنا بنفحص نسيج البصل كنا بنلاقي ان الجدار بتاع الخلية واضح قوي، وكان معظمنا بيشوف دائرة جوه كل خلية، الدائرة دي هي النواة. النواة لو انا هوصفها هي شكلها كروي او بيضاوي، اوضح عضية بتبان تحت الميكروسكوب، عشان كده بقولك ان احنا كنا معظمنا بيشوفها بالميكروسكوب الضوئي العادي. موجودة فين؟ موجودة غالبا في نص الخلية، موجودة في الخلية النباتية وفي الخلية الحيوانية. النواة بتتكون من ايه؟ النواة بتتكون من 4 مكونات. اولا هي ليها غشاء بيحددها من الخارج وهو الغشاء النووي. الغشاء النووي هنا بيبقى غشاء مزدوج، يعني غشاء بيتكون من طبقتين. الطبقتين بتوع الغشاء النووي هنا بيبقوا بيتقابلوا على مسافات معينة وبيعملوا ثقوب. واضح من الشكل التاني اهو ان الغشاء النووي بيبقى غشاء
مثقب. هو الغشاء موجود ليه؟ عشان يفصل محتويات النواة عن السيتوبلازم، بس هل هو مغلفها ومانع اي مادة تدخل لها او تخرج منها؟ لا، احنا اتكلمنا قبل كده في الاحماض النووية ان الار ان ايه بينسخ من الدي ان ايه من داخل النواة وبيخرج يستقر في السيتوبلازم، معناها ان لازم تبقى في حركة ما بين النواة وما بين السيتوبلازم للمواد، عشان كده في ثقوب في الغشاء النووي علشان تسمح بدخول وخروج المواد ما بين النواة وما بين السيتوبلازم. كمان عندنا النوية بتبقى موجود داخل كل نواة نوية او اكتر تنتج البروتين اللي بعد كده ممكن يتحول لانزيمات او الى هرمونات. في كمان داخل النواة سائل نووي، سائل شفاف، سائل هلامي، جواه شبكة خيوط ملفوفة على بعضها كتير اسمها الكروماتين. الكروماتين او الشبكة الكروماتينية شبكة خيوط ملتفة موجودة داخل السائل النووي. الشبكة دي امتى هتبان؟ هتبان وقت الانقسام، تبدأ تتميز الى كروموسومات واضحة المعالم. طول ما مفيش انقسام الخيوط ملفوفة على بعضها، طب في انقسام تبدأ بقى كل كروموسوم ياخد وضعه ويبان بشكله اللي احنا عارفينه. فالكروماتين هيكون لي بعد كده الكروموسومات او الصبغيات اللي انا دارسها قبل كده في اعدادي، عارف ان كل كروموسوم شكله عامل ازاي، مظهره ايه، عبارة عن خيطين بيبانوا قوي وقت الطور الاستوائي. احنا اتكلمنا برضو على الانقسامات قبل كده، وكلمنا ان في حاجة اسمها طور تمهيدي وطور استوائي وانفصالي ونهائي. وقت الطور الاستوائي بتبان الكروموسومات واضحة المعالم زي اللي احنا فاكرينه كويس، كل كروموسوم عبارة عن كروماتيدين مرتبطين من عند السنترومير، ده بالنسبة لشكل الكروموسوم الخارجي. طب الكروموسوم ده بيتكون من ايه؟ ايه المادة بتاعته؟ الكروموسوم بيتكون من جزيء حمض نووي دي ان ايه ملفوف حوالين بروتين معين مخصوص للكروموسومات اسمه الهستونات. فالكروموسوم عبارة عن دي ان ايه ملتف على جزيئات بروتين اسمها الهستونات. طب هل احنا عارفين وظيفة ده كده بالنسبة لتركيبه الكيميائي؟ انا عارف وظيفة الدي ان ايه ووظيفة الكروموسوم. ايوة طبعا انا عارف ان الدي ان ايه بيبقى بيحمل الجينات اللي مسؤولة عن نقل الصفات من جيل لجيل، عن تنظيم الانشطة الحيوية، عن تنظيم كل حاجة تخص شكل الخلية وبنية الخلية. ده بالنسبة للجزء الثاني في الخلية وهو النواة. هنشير النهاردة كده الجزء بسيط في السيتوبلازم ونستكمله المرة اللي بعدها. لو انا هتكلم على السيتوبلازم برضو عندي شوية معلومات، عارف ان هو سائل موجود ما بين النواة والسيتوبلازم. احنا قلنا ما بين النواة وما بين الغشاء البلازمي، اسفة، يعني في غشاء بلازمي في المركز نواة. طب ما بين النواة وما بين الغشاء كل ده عبارة عن ايه؟ سائل هلامي شفاف بيتكون السم من المية وجواه بقى المركبات والمواد العضوية والغير عضوية اللي احنا عارفينها. فالسيتوبلازم عبارة عن سائل هلامي شفاف موجود فيه محتويات كتير، ده بالنسبة لتركيبه. محتوياته ايه؟ محتوياته حاجتين. اول حاجة هيكل الخلية. هيكل الخلية ده عبارة عن شبكة انابيب وخيوط. انابيب عاملة زي دعامات، زي مثلا لما بنيجي نبني المبنى وبنحط في الاول اعمدة من الحديد، الاعمدة دي مدية للمبنى تماسك ودي اساسية في تركيب المبنى، بس هنا الاعمدة اللي مكونه لي الدعامة بتاعت الخلية او هيكل الخلية مش مصمتة، دي مفرغة، يعني عاملة زي انابيب، فبالمرة كمان بتبقى عاملة لي مسارات يتنقل جواها مواد من مكان لاخر داخل الخلية. بما ان عندي شبكة انابيب مفتوحة داخلة وماشية في كل أجزاء الخلية، فممكن كمان يتنقل جواها مواد. ده بالنسبة لهيكل الخلية. الجزء التاني بقى والأساسي والمهم قوي عضيات الخلية. يعني ايه عضيات الخلية؟ يعني الأعضاء الصغيرة الموجودة داخل الخلية اللي هتأدي وظائف مختلفة، ومن وظائفها هيبقى عندي وظائف كتير هتقوم بيها الخلية. العضيات بتاعت الخلية هقسمها لمجموعتين، مجموعة اسمها العضيات غير الغشائية. يعني ايه غير غشائية؟ مش محاطة بغشاء. المجموعة التانية هسميها عضيات غشائية اللي محاطة بغشاء.
كل مجموعة فيها عضيات. المهم ان اللي مشترك ما بين العضيات الغير غشائية انها غير محاطة بغشاء. هتكلم اول حاجة على الجسم المركزي او السنتروسوم، سمعنا عنه قبل كده لما جينا نتكلم على الانقسامات، الانقسام الميوزي والميتوزي، وقلنا ان في حاجة اسمها سنتروسوم موجود في الخلايا الحيوانية فقط ما عدا الخلايا العصبية، وده هنعرفه لما نتكلم على وظيفته، هنعرف ليه مش موجود في الخلايا العصبية. موجود في بعض الفطريات، لكن معظم الفطريات ما عندهاش سنتروسوم، الخلايا النباتية ما عندهاش، الطحالب ما عندهاش. طب وظيفة السنتروسوم هتحصل هنا منين؟ وظيفته مهمة، مهم في انقسام الخلية، وظيفته هنا هيقوم بيها جزء معين أو منطقة معينة في السيتوبلازم. هو السنتروسوم بيكون من إيه؟ بيكون من حبيبتين اسمهم السنتريولين. كل سنتريول عبارة عن جسم اسطواني زي ما احنا شايفين، وانا لما ببص عليه من قدام كده بلاقيه دايرة، لكن هو في الحقيقة كل سنتريول عبارة عن جسم اسطواني. الجسم ده بيبقى الجدار بتاعه بيتكون من انابيب صغيرة بسميها أنيببات. لو هتعد كده معايا من الشكل هتلاقي ان هي 9 مجموعات، وكل مجموعة فيها 3 أنيببات، يعني هي عبارة عن 9 مجموعات مترتبة في ثلاثيات، عبارة عن حبيبتين. الحبيبتين دول اسمهم سنتريولين. السنتريولين يكونوا لي السنتروسوم أو الجسم المركزي. مهم في إيه السنتروسوم؟ مهم في انقسام الخلية. ليه؟ بيكون خيوط بروتينية اسمها خيوط المغزل، تيجي وقت الانقسام ترتبط بالكروموسومات تساعدني على سحب الكروموسومات، تساعد على انقسام الخلية. عشان كده قلنا هو مش موجود في الخلايا العصبية، اصلها ما بتنقسمش. عشان كده قلنا هو مهم وظيفته لخلايا النبات بس هو مش موجود فيها، فالسيتوبلازم بيعوض الوظيفة دي. فالسنتروسوم وظيفته مهمة جدا في انقسام الخلية. كمان السنتروسوم بيكون شبه خيوط المغزل دي بس حوالين بعض انواع الكائنات، فبيكون لي الاصوات والاهداب. الصوت او الاهداب اللي بتتحرك بيه الكائنات اللي هي وحيده الخليه بيتكون من خيوط شبه خيوط المغزل، برضو اللي بيكون مكونها هو السنتروسوم. قلنا وظيفته زي ما اتفقنا وقت الانقسام بيروح عند اقطاب الخليه بيكون خيوط المغزل، خيوط المغزل دي هي اللي بتساعد في انقسام الخليه. السنتروسوم غير محاط بغشاء فبيعتبر من العضيات الغير غشائيه. اخر عضيه من العضيات الغير غشائيه اسمها الريبوسومات، عباره عن دوائر عضيات مستديره وزي ما احنا متفقين غير غشائيه مش محاطه بغشاء. موجوده فين؟ منتشره في السيتوبلازم، يبقى ده مكان وجودها. منتشره سواء حبيبات كل واحده لوحدها او مجموعات مع بعض. بتعمل ايه؟ بتنتج البروتين وتروح مطلعاه في السيتوبلازم، تبدا الخليه تستخدمه ان هي تحقق النمو او تجدد او تعوض اي جزء. كمان الريبوسومات وظيفتها مرتبطه بعضيه تانية هنقولها دلوقتي هي الشبكه الاندوبلازميه. الريبوسومات بتبقى موجوده يا اما في السيتوبلازم يا اما على سطح الشبكه الاندوبلازميه. وظيفه الريبوسومات الاساسيه هي تصنيع البروتين. ادي وظيفة الريبوسومات، وهكمل وظيفتها لما هاجي اتكلم على الشبكة الاندوبلازمية كعضية غشائية. اول عضية من العضيات الغشائية هي الشبكة الاندوبلازمية، شبكة انابيب غشائية، متفقين هي عضية غشائية يعني محاطة بغشاء. الشبكة دي عبارة عن شبكة انابيب متفرعة داخل اجزاء الخلية كلها، واصلة من اول النواة لحد من اول الغشاء النووي لحد غشاء الخليه، يعني ماشيه ومتفرعه في كل اجزاء السيتوبلازم زي المتاهه كده، محاطه بغشاء، تفرعات وانابيب محاطه بغشاء. علشان ايه؟ عشان تكون لي نظام نقل داخلي ينقل ما بين اجزاء الخليه وبعضها، او ينقل ما بين اجزاء السيتوبلازم والنواه. الشبكة الاندوبلازمية قلنا وظيفة الريبوسومات مرتبطة بيها. ليه؟ لان الريبوسومات بعضها بيبقى موجود في السيتوبلازم وبعضها بيبقى مرتبط على السطح الخارجي لأجزاء من الشبكة الاندوبلازمية، فبتخليني الشبكة الاندوبلازمية دي خشنة أو محببة، يعني عليها حبيبات أو على سطحها حبيبات الريبوسومات. في نوع تاني من الشبكة الاندوبلازمية بتبقى ملساء أو ناعمة، يعني ما عليهاش الريبوسومات. وظيفة الشبكة هتيجي من وظيفة الريبوسومات موجودة ولا لا. لو الشبكة خشنة يعني على سطحها ريبوسومات،
إذن الريبوسومات هتنتج البروتين وتبدأ تدخله داخل الشبكة الإندوبلازمية، تبدأ الشبكة الإندوبلازمية تضيف على البروتين اللي أنتجته الريبوسومات شوية تعديلات تحوله لإنزيمات أو هرمونات، فهلاقي إن الشبكة الإندوبلازمية الخشنة يزيد عددها في خلايا بطانة المعدة عشان بتنتج إنزيمات الهضم، أو خلايا الغدد الصماء عشان بتنتج الهرمونات. لكن هلاقي الشبكة الاندوبلازمية الملساء ما عليهاش ريبوسومات مش هيتصنع فيها البروتين، هيتصنع فيها الليبيدات، هيتحول فيها سكر الجلوكوز هيبدأ يتجمع مع بعضه ويتحول لجليكوجين، أو يتحول بداخل الشبكة الملساء المواد السامة، المواد سميتها أقل. لو تاخد بالك كده احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على خلايا الكبد. إذن خلايا الشبكة، خلايا الكبد هيزيد فيها عدد الشبكة الإندوبلازمية الملساء، يعني ممكن ألاقي داخل الخلية الواحدة أجزاء من الشبكة خشنة وأجزاء ملساء، لكن يزيد الخلايا، يزيد فيها الشبكة الإندوبلازمية الخشنة في الخلايا اللي محتاجة إفرازات زي خلايا بطانة المعدة وخلايا الغدد الصماء. في عضية كمان غشائية وظيفتها مشتركة مع الشبكة الاندوبلازمية وكمان وظيفتها متشابهة معاها، وهو جسم جولجي او بنسميه جهاز جولجي او معقد جولجي او بيعرف في النبات، في الخلايا النبات بالديكتيوسومات. جسم جولجي او جهاز جولجي عبارة برضو عن عضيات غشائية اكياس، بس بيكون مفلطح شوية وحوافه مستديرة وبيبقى محاط بغشاء. اجسام جولجي موجودة في كل الخلايا لان هو له وظيفة افرازية، لكن هيزيد في الخلايا اللي محتاجة الافراز بصورة اعلى اللي هي وظيفتها اصلا الخلايا دي الافراز. جهاز جولجي بيعمل ايه؟ بتبدأ تجيله المواد اللي انتجتها الشبكة الاندوبلازمية، بتجيله في اكياس او حويصلات بنسميها الحويصلات الناقلة. يعني الشبكة الاندوبلازمية انتجت مواد هتعبيها حويصلات وتروح نقلاها لجسم جولجي، تبدأ المواد اللي انتجتها الشبكة الاندوبلازمية وجات لجسم جولجي يبدأ يتعرف عليها ويصنفها وممكن يعدل عليها ويطلقها منه في حويصلات واكياس تانية بنسميها حويصلات افرازية. يبقى احنا اتفقنا ان اعداد جهاز جولجي هتختلف تبعا لنشاط الخلية الافرازي، وهتزيد في الخلايا الافرازية. هيعمل ايه؟ هيستقبل حويصلات ناقلة من الشبكة الاندوبلازمية فيها مواد معينة يتعرف عليها ويصنفها ويعدل عليها ويبدأ ان هو يطلقها لأماكن معينة في السيتوبلازم او يطردها لخارج الخلية. لو المواد دي اللي عباها جسم جولجي في حويصلات افرازية كانت انزيمات هاضمة، يبقى انا هسمي الحويصلة دي ليسوسومات. يبقى الليسوسومات عبارة عن ايه؟ عضية غشائية، هي كمان غشاء مستدير جواه انزيمات هاضمة كونها جسم جولجي. يبقى اجسام جولجي بتاخد حويصلات ناقلة وبتكونها في حويصلات افرازية. الحويصلة الافرازية اللي خارجة من جسم جولجي لو فيها انزيمات هاضمة هسميها ليسوسومات. يبقى الليسوسومات عضيات او حويصلات غشائية مستديرة محاطة بغشاء جواها انزيمات هاضمة. طب الانزيمات الهاضمة دي هتهضم ايه؟ ممكن تهضم جزء من الخلية ما بقاش مستخدم، عضية مسنة، جزء متهالك ملوش فايدة مش محتاجينه في الخلية وخلاص انقسم وكون بداله فاحنا مش محتاجينه فنبدأ نتخلص منه، او ان هي تهضم ميكروبات واجسام غريبة داخل للخلية. زي ايه؟ زي الانزيمات الليسوسومية اللي موجودة في خلايا الدم البيضاء بتهدم الكائنات الممرضة. الليسوسومات هنا بيحصل لها ايه؟ خلايا الدم البيضاء هتبدأ ان هي تهاجم الميكروب عن طريق ان هي تبتلعه وتدخله للليسوسومات تهضمه وتخلص الخلية منه. ده كده ليها دور مناعي. يبقى خلايا الدم البيضاء بتستخدم الانزيمات اللي موجودة في الليسوسومات ان هي تدمر الكائنات والميكروبات الممرضة اللي بتدخل للخلية. طب هل معنى الكلام ده ان الليسوسومات ممكن تهضم الخلية نفسها؟ لا، ما بيحصلش. ليه؟ لأن الليسوسومات هنا محاطة بغشاء، دي عضية غشائية، يعني هي جواها مادة ممكن تهضم الخلية لكن هي منعزلة
عن الخليه بغشاء، فهي عضيه غشائيه جواها انزيمات هاضمه هتهضم بس اللي الخليه مش عايزاه، الخليه هتدخله لها يتهضم، لكن ما تهضمش الخليه نفسها لانها محاطه بغشاء يعزلها عن مكونات الخليه. كده احنا اتكلمنا على بعض تراكيب الخليه اللي هي العضيات الغير غشائيه زي السنتروسوم وزي الريبوسومات، واتكلمنا على جزء من العضيات الغشائيه زي الشبكه الاندوبلازميه بانواعها اللي هي الخشنه المحببه والملساء، اتكلمنا على جهاز جولجي، واتكلمنا على الليسوسومات، وان شاء الله الحصه الجايه نكمل بقيه تركيب الخليه ونتكلم على باقي العضيات الغشائيه ونشوف ايه اللي موجود في انواع معينه مش موجود في التاني، يعني نقارن كمان بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه الحصه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.